Dear students, nice to meet you. أعزائي طلبة الصف الرابع الإعدادي نحييكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. Open your students book on page 80. صفحة 80, Unit 7, Lesson 5. From the earth to the refinery. من الأرض إلى مصفاة التكرير. Match the pictures. زاوج الصور and the words والكلمات. What are they for? لماذا أو زاوجها ماذا تكون؟ Read the text. اقرأ النص and check your ideas. وتفحص أفكارك. Then do exercise A. وأعمل تمرين A أو حل التمرين A in the activity book في كتاب النشاط. بالبداية نزوج الكلمات مع الصور. Petrol station. محطة البترول. أو احنا نسميها بنزين خانة يعني. هنا رقم 6. Refinery مصفاة النفط هاي نزاوجها مع رقم 5. Pipeline خطوط الأنابيب نزاوجها مع رقم 4. Rock samples نماذج للصخور نزاوجها مع رقم 1. Derrick هنا رافعة معناها رافع عن زوجها مع رقم 3 رادار ماب خارطة الرادار من زوجها مع رقم 2. طبعا بداية قبل أن نقرأ القطعة، القطعة هي مطلوبة في الامتحانات وهاي القطعة أيضا تناقش موضوع الباسيف المبني المجهول. لاحظ أنه أغلب الجمل هي في المبني المجهول. بتروليوم البترول was formed يتكون أو تكون millions of years لملايين السنين ago مضت. Animals الحيوانات and plants والأشجار died ماتت and were covered وغطيت by layers of mud بواسطة طبقات الطين and water والماء. These layers هذه الطبقات put pressure وضعت الضغط أو ضغطت on the remains of the animals على ما تبقى من البقايا الحيوانات and plants والأشجار. The heat حرارة and pressure والضغط slowly changed ببطء غير them غيرها to petroleum ببطء غيرها إلى البترول يعني حول البقايا الحيوانات والأشجار إلى إلى مادة سماها البترول أو النفط. بتروليوم البترول is not found هو لا يوجد everywhere في أي مكان. To find it لإيجاده geologist علماء الجيولوجيا أو علماء طبقات الأرض examine rock فحصوا الصخور samples عينات الصخور from the earth من الأرض. Or they use satellite images وقد استخدموا صور الأقمار الصناعية and radar maps وخرائط الرادار. When petroleum has been found عندما يوجد البترول in area في منطقة drilling takes place عمليات الحفر أو التنقيب تقام to find out لإيجاد if there is enough oil إذا كان هنالك بترول ما يكفي من البترول to make it ليصنعه worthwhile extracting worthwhile extracting له قيمة في الاستخراج. If there is enough إذا كان هنالك ما يكفي أو well البئر is drilled يحفر through the rock خلال الصخور. It can be as deep أنه يكون عميقاً as 5 kilometers كأنما يكون بخمسة كيلومترات. الديريك الرافعة has to يتوجب عليها build to build and تبني to hold تقام لي to hold لحمل the tools لحمل الأدوات that are used التي تستخدم by the workers
بواسطة العمال. And to hold و تحمل the pipes تحمل الأنابيب that have to والتي يتوجب go أن تذهب into the well خلال البئر. When the oil is reached عندما النفط يصل reached it تصلها gushes up through the pipes فإنها gushes up فإنه يندفع through the pipes خلال الأنابيب. When petroleum comes عندما يأتي البترول out of the ground خارج الأرض it is thick يكون سميكا black وأسود liquid يعني سائل أسود وسميك. It needs إنه يحتاج to be resist لأن يعامل before it can be used قبل أن يستخدم. This takes place هذا يكون أو يقام at a refinery في يقام هذا العمل في الريفاينري في مصفات التكرير. The oil is sent النفط يرسل to the refinery إلى المصفات by ship بواسطة السفن or through pipes أو خلال الأنابيب. At the refinery في المصفات it is separated المصفات أو في المصفات it separated إنه يفصل into different petroleum products إلى different petroleum products إلى منتجات مختلفة من أنواع المنتجات البترول. Many different products الكثير من أو العديد من المنتجات النفطية are made تصنع from petroleum من البترول أو من النفط الخام. You probably أنت محتمل now أنت محتمل now تعرف ذلك تعرف ذلك. The petrol people put أن البترول الذي تضعه الناس in their cars في سياراتهم comes from يأتي من بتروليوم يأتي من البترول. Did you know هل تعرف that every that بأن every day بأن في كل يوم items المواد such as crayons مثل الأصباغ and bubble gum والأصماغ الأصباغ والأصماغ are made تصنع from petroleum تصنع من البترول. It is even إنه حتى used يستخدم in complex equipment يستخدم في تجهيزات معقدة like مثلا artificial hearts مثل القلوب الاصطناعية that can help التي تساعد save lives في إنقاذ الحياة. Some people بعض الناس worry قلقين that petroleum بأن البترول products بأن منتجات البترول damage تدمر the environment تدمر البيئة but لكن a cleaner products المنتجات النظيفة are being developed قد طورت by petroleum companies بواسطة شركات أو مصانع البترول. Read the language box أقرأ مربع أو صندوق اللغة then do exercise B to D وأعمل أو حل exercise B و D في الأكتيفيتي بوك. The passive هنا شرح مبسط على الpassive على المبني المجهول. Form the passive تكوين المبني للمجهول with the verb to be باستخدام أفعال الكينونة. طبعا الverb to be المبني المجهول يشكل أو يكون باستخدام أفعال الكينونة أو كل فعل أو كل زمن إلى قاعدة خاصة به. مثلا verb to be زائد past participle يعني أفعال كينونة من فعل الكينونة زائدا التصريف الثالث للفعل. مثلا هنا عندنا petroleum هذا مثال بزمن الماضي البسيط. Petroleum was formed هنا شوف استخدمنا فعل الكينونة was لأن بالماضي والاسم مفرد was والفعل خليناه بالتصريف الثالث.
وهنا طبعا هذا المفعول به، لأن الفاعل بالمبني المجهول يحذف أو ما نذكره، وإذا أردنا نذكره نذكره بالأخير وقبل كلمة باي. Petroleum was formed. البترول يتكون millions أو تكون millions of years، ملايين السنين أجو مضت. هذا past simple passive مبني المجهول في حالة الماضي البسيط. Use the passive، استخدم المبني المجهول when you don't know، إذا لم تعرف who performed، من الذي قام the action بالaction بالفعل، or أو when are action is more important، أو عندما يكون الفعل هو أكثر أهمية than who did it، من الذي فعله. يعني يكون الفعل يكون هو بالبداية والفاعل ما يهمنا أو ماكو حاجة نذكره. عندنا شرح مفصل باللغة الإنجليزية على في page 101 في نهاية كتاب الطالب صفحة 101. The passive المبني للمجهول. Form the passive، نكون المبني المجهول with the verb to be، باستخدام الأدوات أفعال كانون زائد past participle مع التصريف الثالث. عندنا present simple، يعني ال verb to be أو المبني المجهول في حالة present simple المضارع البسيط، نستخدم بـ الـ am أو are أو is زائد التصريف الثالث. شوفنا الفعل. Present continuous أيضا نستخدم am are is زائد استخدام كلمة being زائد الفعل بالتصريف الثالث. Past simple نستخدم was أو were زائد التصريف الثالث للفعل. Past participle يعني. Present perfect simple المضارع التام البسيط نستخدم have أو has زائد been زائد been زائد التصريف الثالث للفعل. Future simple مستقبل بسيط نستخدم will زائد be زائد التصريف الثالث للفعل. عندنا أمثلة للباسيف في حالة present simple المضارع البسيط، نستخدم القاعدة التالية: المفعول به نحول لبداية الجملة، وإذا المفعول به مفرد نستخدم is، وإذا I نستخدم am، وإذا المفعول به جمع نستخدم are زائد التصريف الثالث للفعل. مثلا they sell eggs، هم يبيعون البيض of this shop في هذا المحل. هنا راح نحول المفعول به هذا الأوبجكت، وين المفعول به طبعا يأتي بعد الفعل مباشرة والفاعل يحذف they، فنأتي بالمفعول به في بداية الجملة eggs، هذا eggs يعني اسم مو يعني جمع، فنستخدم له are من أفعال كينونة، والفعل الموجود عندنا بالجملة الذي يأتي بعد الفاعل يحول إلى التصريف الثالث. مثلا eggs are sold at this shop، البيض يباع في ذلك المحل، يعني الفاعل هنا حذفناه مجهول. لننفي نفس الترتيب فقط ننفي، مثلا girls do not play football، البنات لا تلعب كرة القدم، تصير football هنا مفرد، تصير is not played، play صارت played يعني التصريف الثالث، لا تلعب by girls. لاحظ هنا استخدمنا الفاعل، احتاجينا أن نستخدم الفاعل فاستخدمناه بنهاية الجملة مسبوق بكلمة by، يعني صارت كرة القدم لا تلعب بواسطة البنات. هذا بالنسبة للمضارع البسيط. الماضي البسيط نفس المضارع البسيط، لكن مكان الواز صارت مكان الإز صار واز، ومكان الوي الآر صار وير زائد التصريف الثالث، والمفعول به أيضا بداية الجملة باسبورتس I'm sorry الأوبجكت. مثلا a thief stole her handbag yesterday، يعني لص سرق حقيبته اليدوية اليوم أمس. وطبعا لاحظ ان المفعول به مرات يجي كلمه كلمتين او ثلاث كلمات، هنا هير هاند باك كله هذا مفعول به، فراح يكون هير هاند باك بدايه الجمله، حقيبتها اليدويه هنا مفرد استخدمنا واز، والفعل هنا ستول صارت ستول اللي التصريف الثالث مالتها، وقد سرقت يسترداي يوم امس، ونكمل الجمله. الاثيف هنا يحذف. هي ديد نوت هانج ذا بيكتشر اوفر ذا مرور، نفس تطبيق القاعده السابقه، لكن تصير الجملة the picture was not hung over the mirror، يعني الصورة لم تعلق على المرآة. عندنا المضارع التام الـ present perfect، قاعدة تقول المفعول به يكون بداية الجملة إذا مفرد has، وإذا جمع have زائدا been زائدا التصريف الثالث للفعل. وبالنسبة لنا في الـ has يصير has not، والـ have يصير have not وبين والتصريف الثالث. مثلا they have repaired your car، هم أصلحوا سيارتك. هنا المفعول بالفاعل يحذف، وصير الفاعل يا هو المفعول به your car، في your car تصير بالبداية سيارتك
مفرد فصير has و been وراها و repair نفسها تبقى تصريف ثلاثين فعل قياسي بالمضارع التام فيصير your car has been repaired سيارتك قد صلحت. بالنسبة للنفي مثلا عندنا مثال عن نفي he has not solved the problem yet لم يحل المشكلة لحد الآن. فالمشكلة هنا تعتبر مفعول به تكون بدأت الجملة the problem of مفرد صارت has ويا نفي صارت has not been وراها حسب القاعدة والsolved هنا تبقى نفس لين أيضا فعل قياسي التصريف الثالث مالته بإضافة ed yet فصير the problem has not been المشكلة لم تحل لحد الآن هي تحذف الفاعل. نجي لحالة المضارع المستمر. بالمضارع المستمر نستخدم مفعول به أيضا بداية الجملة am إذا I is إذا مفرد و are إذا جمع وراه being زائدا التصريف الثالث للفعل مثلا وإذا نفي طبعا is isn't وال are aren't وال am aren't. They are building a new hospital in the town. هم يبنون مستشفى جديد في المدينة. هنا وين المفعول به a new hospital تصير بداية الجملة a new hospital مستشفى جديد تاخذ is لأن مفرد وراها كلمة being حسب القاعدة النوب نجي للbuilding الفعل هذا نجرده من ing ونحوله للتصريف الثالث تصير build تصير built مستشفى جديد is being built يبنى in the town في المدينة. وبالنسبة للنفي قلنا تصير هاي مثال عن نفي she isn't washing up the dishes now هم لم يغسل الصحون لحد الآن لا يغسل الصحون الآن فهنا تصير the dishes المفعول به هنا بداية الجملة aren't being aren't being حسب القاعدة being تأخذ ولو washing صارت washed لأن التصريف الثالث washed up now يعني الصحون لا تغسل الآن. عندنا زمن المستقبل بقى عندنا القاعدة مالت المستقبل المفعول بها أيضا بداية الجملة will أول نوت إذا نفي زائدا ب زائدا التصريف الثالث. عندنا مثال علي will buy the new car next week علي سوف يشتري سيارة جديدة الأسبوع القادم. فهنا حسب القاعدة the new car هاي تعتبر مفعول به new car حسب القاعدة will وراها be زائدا التصريف الثالث للفعل buy صار bought the new car will be bought السيارة الجديدة سوف تشترى next week الأسبوع القادم. ونقدر نقول باي علي بواسطة علي احنا قلنا نحتاج الفاعل نذكره بالجملة. هنا عندنا ملاحظة بسيطة تعرفونها طبعا هنا الموضوع هذا يجب على الطالب أن يراجع موضوع المضارع البسيط والماضي البسيط والمضارع التام وزمن المستقبل والمضارع والمضارع المستمر لازم يجب أن يراجعها الطالب قبل لا يدخل بدراسة المبني للمجهول لأن مهمة جدا ولها علاقة بالتمرين هذا هاي الشغلة. الشغلة الثانية عندنا ملاحظة بسيطة تقول التصريف الثالث للأفعال القياسية بإضافة إيدي إلى الفعل المجرد أما الأفعال الشاذة فيجب حفظ جدول الأفعال الشاذة في نهاية كتاب الطالب. عندنا بنهاية كتاب الطالب أكو مجموعة أفعال شاذة يجب على الطالب أن يحفظها. عندنا طريقة السؤال تجيب بالامتحان بهالشكل هذا مثلا number one my favorite author wrote this book كاتب المفضل كتب هذا الكتاب هاي يقول لك الجملة سويها باسيف سويها مبني مجهول. فأنت من تشوف كلمة باسيف إذن تعرف موضوع الباسيف يعني لازم المفعول به يكون بداية الجملة ولازم نتعرف على الفعل أول مرة فمن خلال روت كلمة روت نعرف أنه الفعل زمن ماضي فنستخدم له قاعدة الماضي فنجيب المفعول به بداية الجملة خلينا نقول this book هنا هذا بداية الجملة مفرد نخلي له was write هنا wrote نحولها للتصريف الثالث مالتها تصير written ونقدر نقول by my favorite author يعني the book this book هذا الكتاب was written كتب by my favorite author بواسطة كاتب المفضل. زين عندنا رقم 2 our new office مرات تجي يعني السؤال على شكل فراغ يعني أنت بس تكمل الفراغ our new offices كمكتبة our new offices مكتبتنا يعطينا not pulled yet ويقول لك سيها passive
فمكتبتنا أو مكاتبنا تأخذ هاف لأن جمع أو صير نوت لأن يريده نفي هاف نوت، وحسب القاعدة المضارع التام يأخذ بين ننزل بين، وعدنا build تصير built لأن تصريف الثالث فصير our new offices مكاتبنا have not been built لم تبنى يت لحد الآن. عدنا الجملة هنا people sell a lot of mobile phones to teenagers، الناس تبيع الكثير من الموبايل أو الهاتف المحمول إلى المراهقين. فهنا هاي الجملة بزمن المضارع البسيط من خلال الفعل sell سيل، زين فنتعرف عليها فنخلي المفعول به بالبداية a lot of mobile phones، هاي كله مفعول به a lot of mobile phones يعني تقريبا أربع كلمات هي مفعول به، فهنا تأخذ R لأن جمع والفعل سيل تصير sold التصريف الثالث مالتها، وتكمل الجملة to teenagers يعني الكثير من الموبايلات تباع للمراهقين وتبيبهم تحدث لأن ما لها قيمة وما تفيدنا بالجواب. الآن نأتي إلى تمارين الأكتيفيتي بوك بيج 120 صفحة 120 يونت 7 لسن 5 اكسرسايز A put the main stage، ضع الخطوة الرئيسية of the process من العمليات in order في الترتيب الصحيح number برقمها من 1 إلى 8. طبعا هاي العمليات وهاي الجمل يريدك ترتبها حسب القطعة اللي أخذناها. فالجملة هاي رقم الجملة رقم واحد راح تكون تو هنا تو فاين، هاي رقم واحد تو فايند بتروليوم لإيجاد البترول، روك سامبلز نماذج الصخور، ساتلايت أقمار الصناعية أمجز صور الأقمار الصناعية أند رادار والرادار مابس وخرائط الرادار آر ستد تدرس. رقم اثنين رقم اثنين قبل الأخير هنا when it has been found عندما توجد أديرك الرافعة is built تبنى and a well والبير is drilled يحفر. رقم ثلاثة بالأخير هاي رقم ثلاثة when the oil is reached عندما النفط يصل it gushes إنه يندفع up through the pipes يندفع خلال الأنابيب. رقم أربعة هنا رقم 4 the petroleum is sent البترول يرسل to a refinery إلى المصفى where it will be separated حيثما هو يفصل into different products إلى مختلف المنتوجات. ورقم 5 هنا some refined oil بعض النفط المصفى is used يستخدم to make thousands of products لعمل آلاف الأشياء والمنتجات ويوز إفري داي التي نستخدمها كل يوم. وهنا طبعا يكون حل الجمل رقم 5 أو الأولى رقم 5 1 4 2 3 حسب ما حلينا قبل شوي. نروح لإكسرسايز C find examples جد أمثلة of these passive forms لهذه جد أمثلة لأنواع المبني المجهول in the text في النص. عندنا يريد عندنا الجملة رقم 1 إن نشوف نموذج لـ present simple passive للمبني المجهول في حالة المضارع، والجملة رقم 2 present perfect simple أو جملة رقم 2 the past simple passive ماضي بسيط في حالة المبني المجهول أو the present perfect simple passive ونموذج في زمن present perfect المضارع البسيط المضارع التام البسيط في حالة المبني المجهول، وآخر نموذج يريده بزمن present continuous passive في زمن المضارع المستمر في حالة المبني المجهول. وطبعا النماذج تختار من القطعة وتكتب في هذه الأسطر أو الفراغات. فيكون الحل بالشكل التالي the present simple passive رقم واحد petroleum is not found البترول لا يوجد everywhere في أي مكان. رقم اثنين and the past simple passive the past simple passive الماضي البسيط في حالة المبني المجهول animals and plants الحيوانات والنباتات died تموت and were covered وتغطى by layers of mud بواسطة طبقات طين and water والماء.
رقم ثلاثة the present perfect المضارع التام simple passive مضارع التام البسيط بلحاق المبني المجهول when petroleum has been found عندما يوجد البترول. رقم أربعة the present continuous passive حالة المضارع المستمر في الباسيف المبني المجهول. cleaner products المنتوجات النظيفة are being developed تطور by petroleum companies بواسطة شركات البترول. هاي الجمل طبعا هاي النماذج طبعا توضع بهذا الشكل في الفراغات. عندنا exercise دي match the two halves زاوج الأنصاف of these sentences زاوج أنصاف هذه الجمل then بعدها change the active sentences بعدها غير الجمل المبني للمعلوم into passive sentences إلى الماضي إلى الباسيف سنتنسز إلى المبني للمجهول يعني غير الجمل من المبني المعلوم للمبني المجهول. فهنا يكون بعد المزاوجة طبعا رقم واحد بتروليوم هاز هنا تاخذ سي هاز بين البتروليوم هاز بين يوزد البترول يستخدم سينس ذا 19 سنتشري منذ القرن التاسع عشر. The radar maps خرائط الرادار are تاخذ إيه being studied ترسل by our geologist بواسطة علماء طبقات الأرض. 3 another oil well well بئر للنفط آخر سوف رقم 3 ياخذ دي سوف be drilled سوف يحفر in the spring في فصل الربيع. 4 the derrick الرافعة well هاي نزاوجها مع البي will be سوف تكون completed soon سوف تستكمل قريبا. A new refinery is مصفات جديدة is تاخذ A being built سوف تبنى ويكون الحل مثل ما قلنا لكم رقم واحد نزوجه مع C و2 مع E و3 مع D و أربعة مع البي والخمسة مع الاي حسب ما موجود وترجمناه. هذا كل ما موجود بدرسنا أعزائي الطلبة. Meet you next time.